الهدم اسرع من البناء. فكرة في حياتك دايما، حياتك كلها ده مبدأ حياة لو عشت بيه عمرك كله، يعني الهدم دايما اسرع من البناء. مش تبقى انسان ناجح صعب، عايز وقت. مش تفشل سهل قوي، تمام؟ حتى في الجيم، حتى في الرياضة، في الرياضة حتى عشان تبقى بطل الموضوع صعب، صح؟ لا، عايزة مجهود. فلوس ايه؟ بس اول حاجة بيفكروا فيها عشان تبقى بطل عايزة فلوس يا راجل. بس يعني انا اجيب فلوس ابقى بطل؟ اي حد معاه فلوس بطل؟ ايه؟ انا عندي حلم، انا عايز اشهر مدرس في مصر. حلم على فكره، بداته من 3 سنين وانا مدرس اولها على ترابيزه، والناس كلها مش مؤمنه بيك، بامي وابويا كانوا كمان حتى فاكرين ده خيال. بس انت من جواك عندك حلم. اي حد لعيب الكوره محمد صلاح كان عنده حلم، اكيد هو كان مصدق انه هيبقى احسن لاعب في العالم. كانت الناس تضحك عليه، يا عم ده انت بتعرف المقاولين يا عم، احسن لاعب في العالميه، انت مجنون يا ابني. فاي انسان في الدنيا هيصدق حلمه هيوصل. يا ابني هو النجاح لازم مربوط عندك بالماده؟ ما هو النجاح المعنوي معاه ماده. طب انت لما بتبقى مدير شركه نفسك تبقى مدير وريس وعندك بيزنس، ما اكيد الماده جت، ما الفلوس هتيجي. النجاح فكره النجاح نفسه لازم يجيب فلوس. بس ما يبقاش هدفك انا عايز فلوس يولع نجاح، مش هيجي. لما تبقى عايز نجاح هتيجي فلوس، فاهم الفكره؟ على فكره بص، انا الكلام ده قلته امبارح والله للناس، واتمنى الناس تسمعه، بالذات الاولاد. انا داخل في قرب ال 30 سنه، انا عندي 28. في ناس برضو كنت انا قدكم في ثانويه عامه، كان في ناس برضو اشقيه برضو بتوع لعب وقهوه وخروجات وبتاع، وفكك ويقعد يقول لك يا عم صلاح ده دحيح بتاع مذاكره، فكك منه خلينا نقعد على القهوه. حلو، عارف لغايه دلوقتي احنا عدى اكتر من 12 13 سنه وهم ايه لسه قاعدين على. انا مش عايز اشوف حد فيكم بعد 10 15 سنه اسلم عليه الا لما اشوفه مثلا انسان ناجح، مهندس، دكتور، رئيس مجلس اداره في حته، مسافر بره، عمل بيزنس نجح، مش اسلم عليه الاقيه لسه قاعد على. واجي اسلم اقول له احوالك ايه ودنيتك، يقول لي الحمد لله وهو مكسور كده. نفسي يعني اشوف اي حد فيكم بعد 10 15 سنه الاقيه ناجح في حياته ايا كان ايه نجاحه، وابقى افتخر بيه كده، اقول ده كان ابني، ده انا عارف بص اللي وصل بوزيشن معين، رئيس مجلس اداره، مدير في بنك، مهندس، دكتور مشروع، ايا كان، لعيب كوره. انا بتكلم في نقطه بالذات الولاد، يعني مش هخليش العمر يجري بيك وتحس مره واحده انت كبرت، انت مش هتحسه بالعمر. تخلص ثانويه عامه، تخش جامعه، ومش عارف تتخرج على اللي هيخش جيش، وبعد كده يخش بقى في دوامه الحياه وعايز بقى يبدا، يلاقي نفسه قرب ال 30 وما عملش حاجه. في ناس هتكسر ال 30 وما عملتش حاجه. فبلاش تعود نفسك من صغرك ان انت بتدور على الراحه والاجازه. مستر اجازه امتى؟ الراحه امتى؟ خلاص امتى؟ لا، دور ان انت تتعب، ولما تخلص شغلك على اكمل وجه هتيجي الراحه وانت ساتسفايد. هتيجي الراحه وانت حاسس بقدرك وبنتك، انا عملت. فارتاح بقى، ارتاح عشان انا عملت، مش ارتاح عشان تعبت. انا مش قادر، انا تعبت. خلي الماده ده في حياتك، والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم، 3 مرات والله هتوصل لمكانه انت ما تتخيلهاش. تمام؟ ليكوا كلكوا ها، بالذات الولاد، عشان انا عاصرت الكلام ده في ناس قدي، ولغايه دلوقتي شفتهم لسه قاعدين على ولسه بيعملوش حاجه، واللي اشتغل فيهم شغال كاشير. ترضى بقى حياتك كلها تشتغل مثلا كاشير في محل، ولا بياع في محل، ولا اي شغله، ولا سواق على تاكسي، ولا اوبر، وانت داخل في ال 30 ومحدش اي حاجه في حياتك، اي حاجه. بلاش. نفسي بعد 10 15 سنه اشوف كل واحد قاعد هنا وصل لحاجه يعني انا افتخر بيها. فلو سمحتوا خلي دايما في حياتك كده، انا كاتب لك على الكتاب الجمله دي. انت حد فيكم سالني قبل كده دي معناها ايه؟ لا ابرح حتى ابلغ، دي ايه في القران. اذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حكم. يعني انا مش هرتاح الا لما اوصل. خلي هدف في حياتك، مش هرتاح الا لما اوصل، مش لما اتعب، مش انا مش قادر فخلاص اريح، لا، اريح لما اخلص اللي عليا، حتى لو انا بموت. لو هدف ده يعني ده كان قرار في حياتك في اي حاجه هتبقى انجح ناس.